بس مفيش ست في الدنيا بترمي روحها للكلاب بمزاجها. بس المشكلة مش فيا، المشكلة في اللي ما تابوش. وانتي بنفسك شفتي واحد منهم ازاي عايز يحرق شقة عمري ويعاقبني بطريقته. هو ده الراجل اللي احنا ضربناه؟ انا كان نفسي اديله مش اضربه. بقى من اهم رجال الاعمال دلوقتي، عارفة؟ هو النهاردة بيوريني يقدر يعمل ايه فيا. كل ده عشان علقة استهانة؟ عشان انسى ابني العمر كله. قولي المحكمة استهانة. يا بنتي اروح المحكمة اقول ايه؟ محامين بتوعه يطلعوا لي كل الملفات القديمة. انا مش عايزة اكون سبب في جرحه ولا عاره. انا لما بعرف ان هو سهران في حتة بروح عشان ابص عليه واشوفه، اشوفه من بعيد. هو ما يعرفش شكلي ايه، حتى دي كمان عايز يحرمني منها. انا والله انا مش ست برضه، صدقيني. انت شايله كتير اوي. اوعي تفتكري اللي انا فيه دلوقتي كان من السكه البطاله. انا كان في حياتي راجل خدتلي معاه شويه ايام واختفى، وانا كمان نسيته. فاتت سنين طويله. لقيت خد يا عم لسه بدري. بدري مين يا عم؟ ده النهارده هيشق. ليلتك فل. ليلتك قشطه. خلاص وصلنا. هو ده البيت ان شاء الله سيدنا الشيخ. تاخد السواق وتشرب شاي على اي قهوه وترجع لي انت هو بعد الساعه. اوامرك يا سيدنا الشيخ. يلا استغل. على جنب. بطاقتك انت وهو. نزل انت يا ابو جلابيه، وانت كمان يا كابتن، وانت يا كابتن الهناد. رخصك. انت رايح فين؟ سوق الخضار يا باشا. تعمل ايه في سوق الخضار؟ اسلم البضاعه اللي معايا يا باشا. بضاعتي ايه يا ابني؟ ده الاقفاص اللي انت محملها فاضيه. تعالى عسكري انت، هو فتشوا العربيه دي. اللي كان مستخبي تحت الاقفاص الفاضيه رضا ريشه؟ هو يا باشا. طيب واحده واحده كده بقى، وقول لي ايه الحكايه. يا باشا انا كنت بسوق بس يا باشا، يقول لي احود يمين احود يمين، خش شمال اخش شمال، كانوا فين وعند مين؟ سبهلله هو اللي عارف كل حاجه. كل ده على عيني وراسي، بس انا عايز اعرف هو كان عايز العربيه يعمل بيها ايه. سعاده الباشا تسمح لي اسال حضرتك سؤال؟ طبعا. هو لما السيد رئيس الجمهوريه يطلب من سعادتك طلب هتنفذه ولا لا؟ نفذه طبعا. اهو احنا عملنا كده. الشيخ ريشه زي ما سعادتك عارف رئيس جمهوريه المنطقه، وامرني ان اجيب له عربيه، فجبت له لسه بدري. وانا كمان يا باشا انا ما اقدرش ما نفذش طلب لرئيس جمهوريه حتتنا. تؤمر امري يا باشا. الواد ريشه مش كان جاي عندك عشان يشوف نفسه ويروق شويه؟ ايوه يا باشا، وسبق قلت لسعاده الباشا قبل ما نيجي على هنا. عاوزينه يجي عندك تاني بعد اللي عملته فيه.
مش ممكن ابدا يا باشا. وبعدين ده لا يمكن يروح مطرح اتعرف انه اتوجد فيه حتى لو لمره واحده. مطرح جديد ايه المانع؟ انت بس لغيه، مش هو غاويكي؟ انا مش الطعم بتاعه يا باشا، انا طعم دائه وعارف طعمه، وكان بياكله حتى من غير ما السناره تشكه. الطعم بتاعه اللي استعصى عليه بيت اسمها حنان الدهشوري من عندنا من المنطقه. انا رقصت الفرحه اللي بوظته الحكومه. التذكره وصلت وهكون عند حسن ظنك. بارك الله فيك يا معالي الشيخ.